راح نشوف وياكم مقطع فيديو لعامل توصيل تصرف بتصرف عرض نفسه والآخرين إلى الخطر. هذا تصرف غير مقبول. تعالوا نشوف الفيديو وبعدها راح نتحدث عن هذا الموضوع. شفنا وياكم الفيديو الغريب من عامل التوصيل. هو صاحب مهارة احتمال أنه يقدر يمارس هذه المهارة بطريقة أو بأخرى بمكان خاص، لكن أثناء العمل ودراجة التوصيل هذا جدا صعب وخطر، أيضا يعرض نفسه والآخرين إلى الخطر. إضافة إلى ذلك أنه إذا كانت هنالك طلبات موجودة بداخل هذا الصندوق، فأعتقد أنه هذه الطلبات هي اختبطت وتلفت أو خربت بسبب هذا التصرف. إحنا اللي يهمنا أنه سلامة الأخ اللي هو على دراجة التوصيل وأيضا سلامة الآخرين، لأنه اليوم هو ما عرض نفسه فقط للخطر وإنما عرض الآخرين. احتمال سيارة وراء ما منتبه، سيارة ثانية وضرب بريك، ونشوف إحنا بشارع عام يعني مو شارع فرعي، وبالتالي عرض نفسه والآخرين للخطر، فهذا التصرف غير لائق وأيضا غير مقبول.